حضرتك تكلمنا عن سيلان الآن؟ طبعا سيلان الأنف من المشاكل اللي بتقابلنا وناس كتير بتشتكي منها. في عدة أسباب مختلفة، في أسباب بسيطة خالص وممكن إن احنا نتجنبها بسهولة، لكن في أسباب تانية لازم نركز انتباهنا عليها. سيلان الأنف لو من ناحية واحدة من الأنف، لو من جانب واحد، ولو مرتبط بوضع الجسم، كل ما العيان يوطي يلاقي فيه سيلان في الأنف، وبيكون احيانا السيلان ده تبص تلاقيه زي الميه سائل، ده لازم تحط جنبه ستوب، ولازم ساعتها العيان يروح يكشف عند الاستشاري الانف والاذن، بحيث ان هو بيتعمل اشعاعات معينه. احنا بنخاف من النوع ده من سيلان الانف في انه ما يكونش السيلان بتاع الحساسيه اللي احنا متعودين عليه، لا ده ممكن يكون ده سي اس اف راينوريا اللي هو بنسميه نزول السائل الذي يحيط بالمخ من الانف. ده مشكله طبعا بتبقى محتاجه ان احنا نعمل لها الفولو اب بتاعها، واحيانا بنحتاج ان احنا نعمل لها التدخل الجراحي بتاعها. اما السيلان البسيط اللي احنا عارفينه نتيجه التعرض للاتربه والدخان والبرفيومز والميك اب، بتبص تلاقي ان احنا بيحصل الرجيك رياكشن، بيحصل نوع من انواع حساسيه وزياده افرازات الانف، فده سيلان بنقدر ان احنا نسيطر عليه بان احنا نتجنب السبب. اشهر الاسباب على فكره المناديل المعطره، دايما نحاول ان احنا نستخدم مناديل ما تكونش معطره، ده نمره واحد. نمره اتنين ان احنا نتجنب الاتربه والدخان قدر الامكان. اهم الحاجات برضو اللي احنا بنركز عليها في البيوت الهاوس داست مايتس، الهاوس داست مايتس ذات كوزنج الرجيك رياكشن، ده اسمه ميكروب غبار المنزل، ده بيبقى موجود دايما في المفروشات، في البطانيه، في المخده، في الملايه، فدايما بننصح الامهات انها تهوي البيوت، تعمل ريفرشمنت للاير انتري انسايد ذا روم، الكاربتس لازم كل شويه تتعمل دراي كلين، الحاجات دي مهمه قوي على اساس ان العيان ما يفضلش يتعرض كل شويه للميكروب ويدور على السبب ويقول انا باخد ادويه كتير وما فيش نتيجه. لو احنا اهتمينا بان احنا نتجنب السبب مش ناخد ادويه كتير، ده الطريقه الصحيحه في العلاج. اول حاجه ابعد عن السبب، بعد كده ممكن ان انا اضيف علاج للحساسيه زي الانتيستامينكس اقراص، واحيانا بنستعين برضو بالبخاخات بتاعت الانف وبنلاقي نتيجه كويسه جدا. من المواضيع المهمه جدا في السيلان، مش السيلان الامامي بقى، السيلان الخلفي للانف. عيان يجي يشتكي يا دكتور انا كل شويه عندي بلغم، انا كل شويه عندي مشكله في ان الانف بتاعتي بتفرز مخاط كتير. من اشهر اسباب السيلان الخلفي للانف اللي احنا بنسميه بوست نيزل ديسشارج، عدم شرب الماء بقدر كافي. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الانف بتفرز ما يقرب من لتر لتر ونص مخاط في اليوم. المخاط ده وظيفته انه يرطب الانف، لو ما لقاش البيز بتاعته كميه الميه الكافيه اللي يدوب فيها بنحس. فبننصح دايما المريض انه يشرب ميه بقدر كافي، يعتبر ان علاجه انه يشرب ميه حوالي 2 لتر في اليوم، بيلاقي نتيجه كويسه جدا. شكرا جدا لحضرتك.